وين رايح؟ معزوم على الغدا بمطعم بباب تومة. من وين جايب هالقطايف؟ من باب السريجة. جدي الله يرحمه مدفون بباب الصغير. وهيك أسماء من مر عليها بدون ما نفكر بهالبواب مين ركبها وبهالسور مين بنا. تعالوا نحكي لكم قصة سور الشام وبوابه. ذكر ياقوت الحموي بمعجم البلدان أنه أول حائط بنى بعد طوفان نوح هو سور دمشق. في بواب كانت ممر لجيوش وقادة تاريخيين دخلوا منها فاتحين أو غوزات، وكانت تتسكر وتنفتح بحسب الضرورات الأمنية، وما زاد عددها عن العشرة، منها 7 أساسية حطوها الرومان. وبالحقيقة هي كانت موجودة من قبل الرومان، من أيام الآراميين، وانبنت على أنقاضها أبواب يونانية، وكانوا اليونان يعملوا عندها طقوسهم الدينية بالأعياد السنوية لحتى أجوا الرومان وأعادوا بناءها. وبما أنه الرومان كانوا من عبدة الكواكب، فنقشوا رمز كل كوكب من الكواكب 7 المعروفة لهداك الوقت على باب من أبواب دمشق بسبب اعتقادهم إنها بتحمي المدينة. وبالعصر الإسلامي رمم الأبواب نور الدين زنكي وانضافت أبواب جديدة للأبواب 7. الأبواب الرومانية هي الباب الصغير، وتسمى بهالاسم لأنه كان أصغر الأبواب، وهذا الباب بيرمز للمشتري. والباب الثاني هو باب كيسان، والاسم هو تحريف لكلمة سريانية هي قيسون ومعناها أقصى، يعني الباب النهائي أو المتطرف للمدينة. وبيرمز هذا الباب لكوكب زحل يلي لسه لهلأ رمزه محفور على هالباب. الباب الثالث هو الباب الشرقي، وتسمى بهالاسم لأنه موجود بجهة الشرق من البلد وبيرمز للشمس، واتاخدت من القنطرة الرومانية تبع الباب الشرقي حجارة لتبليط أرضية الجامع الأموي. الباب الرابع هو باب تومة، نسبة للقديس تومة زوج ابنة الإمبراطور البيزنطي هرقل يلي كان والي وبطريارك لدمشق، وبيرمز هالباب لكوكب الزهرة. الباب الخامس ماله موجود بأيامنا وممحية آثاره تماماً، وكان اسمه باب جنيق، وهو معروف بسبب هالتسمية وبيرمز لإلهة القمر سيلين. الباب السادس هو باب الجابية لأنه كان بيوصل لمعسكر للجند يلي بيجبط ضرائب وبيرمز لكوكب المريخ. الباب السابع وهو باب الفراديس المعروف اليوم بباب العمارة، والفراديس بلغة الروم بتعني البساتين وبيرمز لكوكب عطارد. هي هي الأبواب 7 الأساسية القديمة والمنسوبة للرومان رغم إنها مبنية من العصر الآرامي. في 3 أبواب تانية بنت بالعصر الإسلامي، وهي باب السلامة بنا نور الدين زنكي، وتسمى بهالاسم لأنه ما بيصير قتال من جهته بسبب وجود الشجر والأنهار بهداك الوقت. والباب الثاني باب الفرج كمان بنا نور الدين الزنكي، وتسمى بهالاسم للتفاؤل بالفرج من جهة هذا الباب. أما الباب الثالث فهو باب النصر، وهو موجود بوقتنا بس كان قريب من مدخل سوق الحميدية وانبنى بالعهد السلجوقي. وطبعا هي الرواية لأسباب التسميات واحدة من عدة روايات، إذا بتعرفوا غيرها شاركونا وخبرونا عنها بتعليقاتكم. سلام.